استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بقصر صخير. هذا اليوم استقبل عددا من الضباط والأفراد وذلك بعد عودتهم من جمهورية اليمن الشقيقة سالمين غانمين بعد مشاركتهم في أداء واجبهم النبيل على الوجه الأمثل. وقد تفضل جلالته أيده الله بمنح الأوسمة التقديرية لعدد من الضباط والأفراد البواسل تقديرا لهم لقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه بعزيمة وإرادة صادقة في هذا الواجب المشرف. وقد رحب جلالته بالجميع شاكرا لهم ما قاموا به من خدمات إنسانية نبيلة ضمن مشاركة قوة دفاع البحرين المتواصلة مع الأشقاء من قوات التحالف العربية في عملية إعادة الأمل وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. مشيدا جلالته رعاه الله بما قاموا به من جهود مميزة من خلال مشاركتهم السامية في عمليات الإغاثة الإنسانية ولكل ما فيه خير اليمن الشقيق وشعبها العزيز. وإن هؤلاء الرجال البواسل قدموا الصورة المشرفة الرفيعة لوطنهم وإنهم موضع الفخر والاعتزاز متمنيا جلالته لهم ولجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة.